مشاهدينا الأكارم من جديد، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج خبر وصدى. مرة أخرى يدعو مجلس الأمن الدولي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى منع تدفق الإرهابيين إلى تنظيم داعش الإرهابي، وهو ما لم تكترث له حتى الآن دول كثيرة، وبعضها مما يرغب في التخلص من الإرهابيين في دولها، وخاصة الدول الغربية التي لديها مصلحة في زيادة تأزيم الوضع في سوريا والعراق. يضاف إلى هؤلاء دول مثل تركيا ومملكة الشر الوهابية وقطر الحاضن الرئيس لتنظيم النصر الإرهابي، وهي الدول الحليفة لواشنطن في دعم الإرهاب وتعويمه في سوريا عبر تقديم الدعم المباشر من قبل تركيا والسلاح والمال من قبل الدول الأخرى الداعمة للإرهاب. ورغم مرور 9 أشهر على تشكيل تحالف واشنطن السوري لمحاربة الإرهاب، ازداد الإرهاب شراسة وتمددا ودعما بالسلاح النوعي والمرتزقة المتدفقين عبر تركيا من كل حدب وصوب، وهو ما يفضح استراتيجية واشنطن في مكافحة الإرهاب في رفضها التعاون مع الحكومة السورية في مكافحة التنظيمات الإرهابية ومحاولة عرقلة جهودها في القضاء على التنظيمات الإرهابية، مما يعزز فرضية دعمها الإرهاب عبر وكلائها في المنطقة واستمرارها في برامجها لتدريب الإرهابيين المرتزقة في تركيا والسعودية والأردن وقطر، وعدم جديتها في محاربة الإرهاب المتمثل بداعش في العراق، بل تقليمه فقط وتعويمه في سوريا عبر تقديم النصرة كفصيل على طريق الاعتدال واستخدامه كرأس حربة تستفيد منه في الضغط على الدولة السورية، حيث تركت ترتيب ذلك للدول الوظيفية التي أمعنت في غلها وحقدها على الشعب السوري. وتبقى قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب حبرا على ورق، ما يجعل دعوات الأمين العام للأمم المتحدة لمنع تدفق الإرهابيين للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية لا تتعدى التعبير عن قلقه المزمن، وذلك لعدم قناعة واشنطن بوجوب الحل السياسي. وهذا ما دعا وزير الخارجية الروسي مؤخرا إلى طلب وضع استراتيجية موحدة لمحاربة الإرهاب على أساس تحليلات نزيهة مشتركة تجري برعاية مجلس الأمن الدولي وإصدار قرارات تسرع الإجراءات الرامية إلى التصدي للخطر الإرهابي، وهو نقيض ما تفعله واشنطن وحلفائها حاليا في دعم الإرهاب في المنطقة طيلة 4 سنوات وما زالت. فداعش هي من صنع واشنطن، والنصرة هي القاعدة التي لا تستطيع واشنطن التعامل معها بشكل مباشر لأسباب داخلية أمريكية لها صلة بما حدث في نيويورك من تفجير برجي التجارة العالمية، واتهمت القاعدة في تنفيذها وكانت سببا في حربها على أفغانستان وحجتها في اجتياح العراق، ولذلك لجأت إلى توزيع الأدوار على حلفائها ودعمتهم بشكل مباشر وغير مباشر. ومع افتضاح مواقف داعمي الإرهاب، تبقى مهمة محاربة الإرهاب في سوريا والعراق هي مهمة الشعب السوري والشعب العراقي وقواتهم المسلحة ودعم حلفائهم، مما يعني تأخر الحل السياسي وتأجيله إلى أجل غير مسمى وحتى شعار آخر. شمالا نرى أردوغان المصاب بجنون العظمة والمتقمص لدور جده جمال السفاح في المنطقة، يعي جيدا أن خسارته بالأغلبية وعدم تخطيه عتبة ثلثي المقاعد في البرلمان سيصبح سجين قصر الرئاسة.
معرفة أردوغان بمصيره المستقبلي وتكهنه بخسارة العدالة والتنمية دفعه إلى اتخاذه خطوة استباقية، خاصة بعد نوبة الهستيريا التي أعقبت نتائج استطلاعات الرأي، خطوة تمثلت بإعلانه عن إجراءات انتخابات مبكرة وسلسلة من الأعمال الإرهابية الداخلية ضد خصومه وخارجية في سوريا بدعم غير محدود لمرتزقته فيها. وجع أردوغان وجعان، خسارة في الداخل وهزيمة واقعة تطول مرتزقته الإرهابيين على الأراضي السورية، خسارة تمتد من القلمون إلى الحسكة والجنوب في درعا والقنيطرة، وجع طال حليفه في التآمر صاحب الجلالة مدعي النسب إلى الهاشمية غربي الهوى والإجرام، وجع دفع بجلالته إلى استدعاء صبية المدعو زهران علوش والغطاء محاربة داعش والنصرة، متناسيا أن كلبا لا يعض كلب. مشاهدينا، للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور إبراهيم زعير. أهلا وسهلا بك دكتور إبراهيم. أهلا وسهلا يا مرحبا. بداية دكتور إبراهيم، مجلس الأمن الدولي بات وكأنه العوبة بيد دول تحاول بسط سيطرتها عليه لتمرير ما يتناسب مع أجنداتهم السياسية، وكيمون أيضا بات وكأنه يصرخ في واد ولو أننا نحن على يقين أنه غير معني إن وصلت صرخته أم لم تصل، فهو غير معني أصلا بما يجري في دول منطقتنا، ما قولك بذلك؟ يعني بطبيعة الحال حتى لو كان مجلس الأمن قادر كما هو معروف باتخاذ العديد من القرارات حقيقة الهامة، ولكن المسألة ليست مقتصرة على اتخاذ القرارات، وإنما المسألة كيف يمكن أن يساهم مجلس الأمن نفسه بتطبيق هذه القرارات التي وافق عليها. ومن الواضح حتى منذ نكبة حزيران حتى الآن لم يطبق ولا أي قرار، حتى من أعوام نكبة فلسطين ب48 وحتى اليوم لم ينفذ أي قرار لصالح الشعوب العربية. لذلك يعني هذه العادة المعروفة لدى مجلس الأمن ما زالت مستمرة حتى الآن، يعني لذلك من الصعب أن يتخذ أي قرار حتى لو كان صائبا وقادر على ترجمته على أرض الواقع، نظرا لأن القوى التي يخدمها مجلس الأمن في نهاية المطاف أو أكثرية أعضاء مجلس الأمن هي القوى العدوانية ضد الشعوب العربية أو ضد شعوب العالم. لذلك المسألة حقيقة يعني مجلس الأمن مشلول نظرا لتحكم الولايات المتحدة بهذا المجلس وبمآل قراراته وإعاقة عملية تطبيقها على أرض الواقع. لذلك يعني مجلس الأمن وكأنه لن غير موجود في الواقع. لذلك المسألة مرتبطة بمدى قوة الشعوب العربية، بمدى رفع القدرة الذاتية القادرة بذاتها للدفاع عن نفسها، عن حرية أوطانها، عن سيادة الوطن ووحدة أوطانها. هذا هو الجوهر، وإلا التعويل على مجلس الأمن أعتقد أنه تعويل خاطئ ولن يفضي إلى أي نتائج إيجابية. نعم دكتور إبراهيم، الأعمى وحده لا يرى كيف يتعامل الغرب وأمريكا مع الإرهاب الذي بات يضرب المنطقة والدول الإقليمية، فمنهم من يتشبه بالنعامة، ومنهم من وضع ظهره مطية، ومنهم من اتخذ مواقف براغماتية لتمرير مشروع خاص به، ومنهم أيضا من ارتضى أن يلعب دورا قذرا وأكثر من قذر ومن أقذر الأدوار كالأردن مثلا. تمدد الإرهاب وقضمه لمناطق جديدة إن كان في سوريا والعراق، يسأل من يتابع ماذا بعد ذلك؟ ونحن أيضا نضع هذا السؤال برسمك دكتور إبراهيم، ماذا بعد ذلك؟ يعني بطبيعة الحال هذا يقتضي منا أن نفهم ما هي وظيفة الإرهاب، من وظف الإرهاب، وماذا يريد من هذا الإرهاب لتحقيق المشروع الذي رسمه للمنطقة والتي عجز عن تحقيقه سابقا بالوسائل الخاصة به. يعني الولايات المتحدة وإسرائيل الصهيونية وعبر أدواتها وأتباعها في المنطقة إن كان الأتراك أو دول الخليج لم يتمكنوا من تحقيق المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة. لذلك وكما هي عادة الإمبريالية الأمريكية لجأت إلى استخدام التنظيمات الإرهابية
لكي تحل محلها في إضعاف القوى المقاومة لمشاريعها في المنطقة، كما فعلت تماما في أفغانستان عندما هي التي قوت وغذت وحتى خلقت القاعدة وحركة طالبان كما هو معروف. وعندما استطاعت هذه الحركة أن تنفذ ما أرادته الولايات المتحدة بالقضاء على النظام الوطني التقدمي في أفغانستان، انقلبت عليها في نهاية المطاف كما هو معروف بأحداث 11 أيلول. لذلك الآن يعني التنظيمات أو المنظمات العصابات الإرهابية تقوم بوظيفة محددة بتنفيذ الإملاءات الأمريكية والمخططات الأمريكية في المنطقة. وبالتالي الآن كما هو واضح هذه المنظمات أيضا، هذه العصابات أيضا لم تتمكن من تنفيذ المشروع الأمريكي في المنطقة. لذلك نرى أن تعويل الولايات المتحدة على الإسلام السياسي المتطرف خاصة والذي يمثله الإخوان المسلمين إن كان على مستوى الدولة أو على مستوى هذه العصابات كما جرى في مصر والآن في تركيا هذه الهزيمة الكبيرة لأردوغان وفي تونس أيضا، هذا دليل قاطع على أن التعويل أو الرهان على الإسلام السياسي الذي انتهجته الولايات المتحدة فهو رهان خاسر. وبالتالي في نهاية المطاف نرى بأم العين كيف أن القوى المقاومة للمشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة هي التي تحقق الانتصارات، وبالتالي هي التي ستهزم كما هزمت دائما المشروع الأمريكي الصهيوني، والانتصار لصالح هذه القوى لأنها تمثل إرادة الشعوب العربية في نهاية المطاف وإرادة الشرفاء ليس فقط في المنطقة وإنما على المستوى العالمي. وهذا خاضع لهذا الصراع، وبتقديري كما هو واضح يعني هذا التحالف العميق الآن القائم بين الجيش العربي السوري والمقاومة الوطنية اللبنانية بقيادة حزب الله استطاع عمليا تحقيق تقدم هائل وسريع جدا في القلمون، هذه المنطقة الهامة جدا. وبالتالي بالأمس أيضا وقبل أمس كيف استطاع الجيش العربي السوري أن يوجه ضربات قاسية لداعش في محيط الحسكة ويبعدها ويبعد هذه المدينة عن خطر اجتياحها من قبل هذا التنظيم الإرهابي المدعوم من تركيا ومن الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك يعني ما هو النتيجة، ما هي النتيجة النهائية؟ هذا منطق الصراع، قد يكون هناك انتكاسات، قد يكون هناك انتهاكات، قد يكون هناك تراجعات، ولكن في نهاية المطاف لا يمكن بعزيمة هذه القوى إلا أن تنتصر، وليس لديها خيار إلا الانتصار على هذه القوى الشر، القوى البغاء، قوى يعني لا يمكن أن يتحملها أي إنسان، ولا سيما في وجهها المتوحش المتمثل في داعش والنصرة وغيرها من العصابات الإرهابية. لذلك الانتصار لشعبنا، ونحن على قناعة وثقة راسخة بهذا الشعب العظيم الذي صمد خلال هذه السنوات وخلال عشرات السنين وعقود. وبالتالي أنا بتقديري أنه النهاية هي لهذه العصابات. وصدقيني لو تحقق للولايات المتحدة ما كانت تصبو إليه إن كان في العراق، وكما صرح بايدن بتقسيم العراق، لرأيت داعش في اليوم الثاني ستختفي ولن يكون لها مكان، لأنها تقوم بهذه الوظيفة الأمريكية. ولكن هي بحد ذاتها لا يمكن أن تكون مشروعا أمريكيا، بمعنى أن تريدها الولايات المتحدة أن تتبوأ المشهد السياسي والعسكري في هذه المنطقة، لأنه لا يخدم مصالحها على المدى الاستراتيجي. هي توظفها تستخدمها حتى النهاية، وفي نهاية المطاف يمكن أن تساهم في انحسارها أو الحد منها، ولكن بعد أن تقوم بوظيفتها الموكلة إليها من قبل الاستخبارات المركزية الأمريكية والموساد الإسرائيلي وكل هذا المعروف تماما. لذلك يعني المسألة الصراع ما زال قائما، ونأمل أن لا يطول كثيرا، لأن شعبنا هو الذي يعاني من طول هذه الكارثة التي حلت بالمنطقة. وبالتالي الثقة بهذا الجيش العظيم وصمود الشعب السوري وبالمقاومة بتصوري هو الثقة المبررة تاريخيا وواقعيا، وهي التي سيكون إلى جانبها الانتصار. نعم.
دكتور إبراهيم، الدول الاستعمارية طبعا هكذا يحلو لنا تسميتها، وكأنها تحاول إعادة أمجادها في بداية القرن الماضي، وكما تعلم تتفتح شهية المتعدي عندما يرى الطريدة ضعيفة وغير متوازنة، والعالم العربي الآن في أسوأ حالاته طبعا من حيث القائمين على إدارة البلاد، حيث ثمة شخصيات هم نفسهم من أتوا بهم في ظل وضع متردي خلقوه أصلا، ودول أخرى فيها إدارة همها الوحيد الحفاظ على عروشها، طبعا باستثناء بعض الدول منها سوريا، أو تكاد تكون الوحيدة التي تقف في وجه تلك الهجمة الشرسة. وسوريا أيضا تقف حجر عثرة في تنفيذ مخططاتهم منذ زمن بعيد. هل سيستطيعون تنفيذ مخططاتهم الكبيرة في المنطقة إذا ما بقيت سوريا صامدة وقوية طبعا، وستبقى بفضل جيشها وشعبها وقيادتها الشريفة، وبفضل وقوف الدول الصديقة إلى صفها؟ شوفي، يعني من الواضح تماما لو كان لديهم الثقة بأنهم قادرون على التغلب على محورنا، محور المقاومة، نعم، لما كانوا قد أصيبوا بهذه الهستيريا التي كانت ظاهرة تماما على زعماء آل سعود، وهذه الصراعات الخفية التي بدأت تنخر في مملكة آل سعود والعائلة المالكة، واستبعاد تلك الأمراء من المعروف يعني الذين لم يكونوا راغبين في شن الحرب على اليمن، وبالتالي شعروا بأنهم تورطوا في الحرب على اليمن، واليمن ليست لقمة سائغة كما يحلو لهم أن يفكروا. لذلك رغم كل ما قاموا به من تدمير وتخريب، وفقط يعني 82 ألف طلعة أو أكثر بقليل على اليمن تعادل 4 قنابل نووية التي ألقيت على هيروشيما وناكازاكي، وبالتالي ذهب ضحايا كثر. رغم ذلك الشعب اليمني ما زال صامدا، وهذا الصمود بحد ذاته هو انتصار على هذه المملكة الرمال الشريرة، وبالتالي هذا يبشر حقيقة بأن من يحمل المشروع الأمريكي الصهيوني فهو إلى زوال، وهو الذي سيهزم، وهذا واضح تماما. لذلك أنا بتصوري يعني مهما بذلوا من جهود ومهما أنفقوا من مليارات الدولارات، وهم أنفقوا الكثير من حتى وصلت إلى تريليون دولار ربما الآن منذ بداية الأحداث حتى الآن في جميع المناطق، رغم ذلك أن هذه النفقات لم تجدي نفعا إلا بالتخريب والتدمير، ولكن الشعوب صامدة وتقاوم ولن تنكسر، وبالتالي مشروعهم الذي يعاني من الانكسار والهزيمة. فبعد هزيمة الإخوان في مصر وتونس الآن بدأ يلوح في الأفق هزيمتهم في تركيا بعد نتائج الانتخابات بالأمس واليوم. لذلك يعني من الواضح أن الإمبريالية الأمريكية التي عولت كثيرا على هذه الأدوات بدأت تفقد الأمل بتنفيذ مشروعها، بفضل صمود الجيش العربي السوري وصمود المقاومة وصمود الشعب السوري وصمود الشعب العراقي ومقاومته الشريفة، ولا سيما كتائب حزب الله والحشود الشعبية في العراق. لذلك يعني من الواضح أن هناك مقاومة شعبية واسعة جدا على مستوى المنطقة ضد هذا المشروع، لذلك لا يمكن أن ينتصر ولا يمكن أن يحقق انتصار، حتى لو تقدم هنا وهناك في بعض الأماكن، ولكن هذا لا يعني الانتصار، وإنما كما هو واضح الجيش العربي السوري وحتى قوى الجيش العراقي والحشد الشعبي بدأ هجومه المعاكس، وبدأ يحرر الكثير من المناطق التي شغلتها هذه العصابات الإجرامية. لذلك هؤلاء ينفذون المشروع، وهم أدوات وامتداد للكيان الصهيوني والإمبريالية الأمريكية، وبالتالي أي ضربة لهم هي ضربة لأسيادهم، وبالتالي هذا هو المؤشر الحقيقي الآن لتقدم المحور المقاوم، والذي له الانتصار في نهاية المطاف كما هو واضح تماما. نعم دكتور إبراهيم، أردوغان المأزوم سياسيا واقتصاديا وحتى أخلاقيا، ألا ترى أن نتائج الانتخابات الأخيرة ستسهم أيضا في تعميق أزمته؟
يعني هو بدأ الآن، يعني بالأمس من شاهده ووجهه الكاحل المصفر عمليا يشعر تماما بأنه أصيب، ربما سيصاب بهستيريا أكثر مما هو مصاب بها عشية الانتخابات. وبالتالي الآن هو دخل في مأزق كبير جدا عقب الانتخابات، وبالتالي منها غير قادر، حتى ليس فقط على تغيير الدستور كما كان يأمل، أو تشكيل أو عمليا تغيير الدستور مع استفتاء شعبي أيضا فشل في ذلك، الآن غير قادر على تشكيل حكومة بمفرده. نعم. وبالتالي لابد من حكومة ائتلاف، ولكن السؤال من القوى من المعارضة، الأحزاب الثلاث الأخرى يمكن أن يتحالف معه، بينه وبينه هو لم يترك له لنفسه أي حليف أو صديق، فهو معادي للجميع، إن كان الحزب الشعب الجمهوري أو الحزب الحركة القومية أو حزب الشعوب الديمقراطي الذي يسمى بين قوسين الكردي. لذلك يعني كل هذه الأحزاب الثلاثة هي الأقوى في هذه الانتخابات، وبالتالي هي بدأت تشكل أكثر مما حصل عليه أردوغان بكثير، وحرمته من متعة تحقيق أحلامه العثمانية. لذلك أنا بتصور الآن سيواجه أزمة عميقة، إن كان على مستوى الداخل التركي أو على المستوى المنطقة، سيما أن هناك 20% التي منحت أردوغان أصواتها، وهي من الطبقات الوسطى والبرجوازية الوطنية الصغيرة عمليا، التي كانت تخشى أن يحقق أردوغان النجاح والربح، ولا تريد مخاصمته نظرا لأنها تحصل على مكاسب معينة. الآن هي ليست مع أردوغان وسياسته الليبرالية التي وضع كل إمكانيات تركيا تحت رحمة الرأسمال الغربي ولا سيما الأمريكي. لذلك الآن هؤلاء 20%، فيما إذا جرت بعد 3 أشهر ولم يستطع أردوغان تشكيل حكومة ائتلافية، فهناك انتخابات مبكرة، وبالتالي هذه 20 ستضاف نكسة جديدة أكثر فأكثر، وهي هزيمة قاسية ونهائية لحزب أردوغان. هذا هو الآن الوضع الذي يعرفه أردوغان جيدا، ويعرف أن كل ما كان يحلم به سقط نهائيا نظرا للسياسة الحمقاء التي ارتكبها، إن كان في الداخل التركي أم على مستوى المنطقة. لذلك يعني وهذا يعني كما يقال، اللعنة السورية لعنته ولعنت أسلافه وكل أحلامه. يعني الشعب السوري بصموده أسقط أردوغان، أنا أقول لك بدون مبالغة، يعني الشعب التركي بأكثريته يقف ضد أردوغان وسياسته الحمقاء التي ينفذ بها ما تأمله الولايات المتحدة والغرب الاستعماري والصهيونية ضد سوريا. لذلك أنا أعتقد هو الذي خسر الآن أكثر من 11% من العاطلين على العمل، الكثير من المعامل أغلقت بسبب سياسته الحمقاء، هبطت قيمة الليرة التركية إلى الحضيض، عمليا كانت 40 اليوم فقط نزلت إلى 50 و60% من قيمتها الشرائية، وهذا سيؤدي إلى غلاء المعيشة وإلى استنكار الشعب لسياسته أكثر فأكثر. وبالتالي أعتقد فيما إذا جرت انتخابات مبكرة، أعتقد ما حصل عليه إذا حصل في هذه 258 نائبا، لن يحصل إطلاقا على حتى على هذا العدد في المرة القادمة. دكتور إبراهيم، أيضا نحن نعلم أن مملكة آل سعود لا يوجد فيها أي نوع من مقومات الدولة ودبلوماسيتها، منذ تكوينها تقوم على ما يرسم لها في السفارات الغربية، والآن أيضا الوضع بات أوهى بكثير من ذي قبل، خاصة بوجود أشخاص في سدة الحكم يعتبرون أن سيدهم المطلق في واشنطن هو من يأمر ويطاع، حتى في توزيع المناصب يجري في واشنطن. هل أغرقت الولايات الرياض في الوحول المتحركة اليمنية، وخاصة أننا نسمع عن تورط متوالي في تلك الوحول؟ شوفي، حتى القرار الذي اتخذ بمجلس الأمن واستنكاف روسيا عن التصويت ولم تتخذ الفيتو، هذا رأيي الشخصي طبعا، أعتقد كان توريط للولايات المتحدة والسعودية، والولايات المتحدة أيضا بدورها
لا تريد أي حليف لها أن يكون حليفا أو صديقا لها، تريده عبدا لها ومطيعا لأوامرها فقط، وأن لا يكون له كما اعتقد آل سعود لوهلة بأنه يمكن أن يكون لهم رأي خاص أو أن يرسموا سياسة أو مواقف أو يحددوا مواقف بأنفسهم. لذلك هذه الورطة أعتقد حتى ليست بعيدة الولايات المتحدة عنها في اليمن، لأنها تعرف بأن السعودية كانت تريد توريط الولايات المتحدة في بعض المناطق ولا سيما ضد إيران، هي وبتعاون وثيق مع الكيان الصهيوني، وهذا ما ظهر فيما بعد. لذلك الولايات المتحدة لا تقبل لا من إسرائيل ولا من غيرها أن يكون لهما أو لأي تابع لها رأي خاص يمكن أن يجرها إلى معركة أو إلى حرب هي لا تريدها ولا تحددها. الولايات المتحدة تنظر إلى المسألة بطريقة أخرى، فهي تدرك بعد تجربتها المريرة بالمواجهات والغزو التي قامت بها في أفغانستان والعراق أنها لا تريد خوض حرب جديدة ضد أحد في المنطقة، تريد أن تكسر محور المقاومة بإضعافه بتدميره بتدمير كل من يقول لها يقف في وجهها. لذلك أنا بتصوري الأدوات التي كلفت بذلك أيضا باتت عاجزة عن تحقيق ذلك. لذلك بهذه السهولة تغير حكام قطر كما هو معروف، وتغير حكام مصر وحكام تونس، وتغير الآن يعني الدور على حكام آل سعود كما هو، ونايف محمد بن نايف عمليا هذا عميل للولايات المتحدة بامتياز، وهو الذي لا يمكن إلا أن ينصاع بالكامل إلى ما تقوله الولايات المتحدة، وهي التي عينته في هذا المنصب كولي للعهد. لذلك أنا بتصوري من الواضح يعني إبعاد بعض الأمراء الذين كان لهم بعض الآراء الخاصة، كان بطبيعة الحال برأي بإيعاز وبإرادة أمريكية بطبيعة الحال. ولذلك الآن لا يمكن أن يكون في هذه الدول الأدوات الأمريكية أن يكون أي صوت نشاز عن الإرادة الأمريكية. أمريكا لا تقبل أن يقول لها أحد لا من على الأقل من عملائها وأتباعها في المنطقة. نعم دكتور إبراهيم، هناك مثل يقول عمن ليس له دور أو فائدة أنه كالظفر الخلفي للدجاجة، ألا ينطبق ذلك على الأردن في محيطه العربي في كل الأزمات؟ لا بل أحيانا كان يلعب دورا كابن آوى في بعض المفاصل، ما رأيك؟ ولكن هذا الابن آوى صحيح من حيث المبدأ، ولكن هذا الابن آوى حول الأردن الشقيق والشعب الطيب إلى قاعدة للتآمر على سوريا كما هو معروف، وممر للعصابات الإرهابية، وإلى مركز وغرف عمليات ضد الشعب السوري. لذلك يعني وهي الأردن ليس جديد عليها في الواقع، لا الملك ولا حاشيته في تاريخيا كانوا رهن ومرهونين للاستعمار البريطاني في السابق، والآن الأمريكي والبريطاني معا، والآن للمال السعودي كما هو معروف. لذلك يعني قال يعني الأردن التي تغلي من الداخل بقوى متطرفة معروفة في بعض المناطق في بعض المدن، خاصة الإخوان المسلمين الذين يحتضنون داعش في تلك بمعان وغيرها. لذلك أعتقد يعني هذه السياسة الحمقاء لحكام الأردن عمليا سنأمل أن لا يحدث ذلك، ستؤدي إلى كوارث للشعب الأردني، سيما أن الشعب الأردني الشقيق عمليا يدرك هذه الحقيقة ويقف وينتقد حكامه وينتقد هذه السياسة الرعناء التي حولت الأردن إلى أداة بيد آل سعود وأداة بيد الصهيونية والولايات المتحدة ضد الشعب السوري والجيش العربي السوري، وفتحت حدودها تدفق الإرهابيين إلى الداخل السوري وتدريبهم في على الأرض الأردن، لقاء إجرمة معروفة تماما بملايين الدولارات حتى بمليارات أحيانا سنويا. لذلك يعني الأردن تحولت إلى أداة طيعة بيد آل سعود والولايات المتحدة الأمريكية، ولا أعتقد أن الشعب الأردني الشقيق الذي يكون كل الحب والتقدير للشعب السوري الذي قدم كل ما ممكن أن
يساعد الأردن في التخفيف من أزماته سابقا، ولا سيما أزمات المياه في الوقت الذي كانت سوريا يعني تعاني من شح المياه. قدمت سوريا ما لديها من مياه لكي لا يعطش هذا الشعب، وهذا ليس منا عليهم، وإنما هذا واجب لدينا، يعني واجب نعم الشعب السوري. نعم ولكن هذا الشعب الأردني يعرف ذلك، ويعرف أن سوريا كانت دائما تقف إلى جانب كل الشرفاء وكل جانب إلى كل جانب كل الشعوب العربية بالدعم والتقدير والتضامن، وتحتضن كل شعب من الشعوب العربية الذي يتعرض إلى النكبات والغزوات كما هو معروف. نعم لذلك بأعتقد هذا الشعب الأردني يدرك ذلك، ولا يمكن أن يقف موقفا متفرجا وهو الآن يتخذ مواقف صلبة ويتظاهر ضد سياسة حكومته ومملكته الخرقاء التي لا يمكن لا أن تخدم مستقبل الشعب الأردني. لذلك بتصوري الأردن هذا القزم الذي حول للأسف الشديد المملكة وهذا البلد الشقيق العزيز نعم علينا إلى أداة لضرب الشقيق السوري، وأعتقد الشعب الأردني لن يقبل بذلك، وهو يناضل ضد هذا التوجه الذي يعتبر بحق خيانة للشعب الأردني وخيانة للشعوب العربية. نعم الكاتب والمحلل الدكتور إبراهيم زعير، شكرا لك جزيلا، كنت معنا من دمشق عبر الهاتف، شكرا لك. يا أهلا وسهلا، يا مرحبا. مشاهدينا الأكارم، بنهاية هذه الحلقة لكم مني ومن فريق العمل أطيب تحية، والتحية الأكبر لرجال الجيش العربي السوري، إلى اللقاء.